شنو طاح؟ واه يا هولد بينك طاح يا برو. يلا لانزي ترى. البينك طايح. ثانكس دوت نت جيمرز كوميونيتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم فولا تحميده اي كي اي بيج بوي. اليوم 18 مارس 2022، انتم تابعوا في البينك طايح على اي اف ام وام تي اش. موعدنا ان شاء الله كل نهار جمعه لقيت هذا من 9 حتى ليل 11 نتاع الليل. نذكر اللي تنجموا تتفرجوا فينا وتابعونا اون لايف ستريمينغ على باج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام وام تي اش ميديا تالنتس هاب. ليميسيون هذه مجعوله باش تلم الكوميونيتي تاع الجيمرز عن نيوز لاكтуаليتي والانترتينمنت زاده كل جمعه. تيم جديد وجيست جديد يرافق لمدة ساعتين من زمان هير أنا وريز في البينك طايح. طاح 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 واه يا البينك طايح يا برو. انتم تسمعوا في البينك طايح مع فرة تحميدة على اي اف ام و ام تي اش سبورت. كنعاد نرحب بالتشكيلة اللي حاضرة معنا اليوم في بلاتو البينك طايح. بلاك شاين على وسهلا بيك. هلو عسليمة، شلحوي لك، شفا ما جديد؟ الحمد لله الحمد لله يا ربي. البارح جاني اول صاروخ وما تلمت الصباح. نحب نقول عبيد ثانك يو سو ماتش على الصاروخ. ثانك يو عبيد. وخلينا نفسروا الساعة للسيدة المستمعين والمتفرجين اللي صاروخ هذا سي دونيشن تتعطى للستريمر في البلاتفورم نتاع ستريمينغ نيمو تي في. كايزن اهلا وسهلا بيك. عسلامة اخويا فرات، شنحوالك؟ الحمد لله، شرفنا اخويا بحضورك معنا للمرة الثانية هذه ان طونك كاستر هوني في البينك طايح. شعل النار المرة اللي فاتت هكا ولا بلاك؟ اي وما خليتش لومه ديما كيكه في اي بلاصه ديما يشعل لنا. لا تبارك الله عليه، هما في اللول يعيطوا لي من نمره. اي فوالا كيبدا كاستي في اللول ما تفهم شيء. ويلو ويلو سلومه مازال يقلق. قل لا والله ما قلقتيش. علاش لا انت تقول لي قلقك؟ والله لا قلقتك يا سلومه، بالعكس رزمك عمل معايا يا عايشه. معناها كيما نقولوا شخصيه قويه في الطرح تنجم معناها في تورنوا مثلا في تورنوا اي سبورت تنجم تقاوم الستريس. وانت كايزن هاك زيد اقرب شويه الميكرو زيد قلقها اكثر قد ما تحب. اليوم في البينك طايح يكون عندنا ايبيزود سبيسيال كيما الايبيزود اللي فات. باش نعملوا بطوله صغيره في لعبه فيفا 22 باش يتنافسوا فيها اربعه ملاعبيه ستريمرز و جيمرز. فين حاضر معنا بديز فريستو ومعنا كيف كيف سلومه للمره الرابعه جريد العش يجيب حدنا هوني في البينك طايح. التشكيله الكل في فورما راح نار تستنى فيكم. وكما قلت بكري كايزن باش يرافقنا هوني في التعليق للبروجرام. الماتش الاول باش يكون ما بين فريستو وسلومه كابيتا. الماتش الثاني شكون باش تختاروا ساعه كيبيت؟ انا باير. انت باير وانت فريستو؟ انا باير. لا خذ البي اس جي يا خويا، اعطي البي اس جي بلاك. بي جي اللي فيه امبابي صحيح. وقريب يخرج، معناها كي قريب يخرج امبابي حضرت هي البي اس جي. الحمد لله يا ربي. التروح الثاني ما بين باديس وزفن. باديس شنو تشكيل؟ انا متاسف صح. انا اسفين والله، انا اسفين صح. حطيتي مع ثاني اقوى واحد في الفيفا في العالم والله. باش نزلك كيب ناسيونال. سامحني شكون الاول؟ شكون الاول؟ شابش غالي غلبك كلاشيك. دونك زيد شويه كما قلت باش نتعرف على ضيوفنا اليوم في البينك طايح وندخلوا ديريكتومون في صلب الموضوع. واليوم شباب عنا ليكم جيف واي كاسك سبيريت اوف جيمر اليت اتش 10 ار جي بي 7.1 والسوبر نتاعو بطبيعه الحال حكايه سهله برشا. اربع مراحل تعملوهم باش نجموا تربحوا. لازم تعملوا جيم على الباج فيسبوك ميديا تالنتس هاب تلقاو البيبليكاسيون ايبانغلي. كيف كيف تحطوا ان كومونتير تماركي وزوز من زوز من صحابكم. كيف كيف تعملوا فولو على الباج انستغرام نتاعنا. والجمعه الجايه ان شاء الله الربح باش ياخذ الجيف واي نتاعو بطبيعه الحال. باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو بلاك تشاينا. نستدعوا يحضر معنا هوني في البلاتو ونلعبوا حتى اتراح وبعد يخرج بهني وانا نزلوا الكاسك وانتي اوب جرب الكاس كما قال زبنه. ربي ربي نواب كريم. باهي ما تنساوش الشباب باش تتفاعلوا معنا، تعطينا رايكم كومنتير، تعطيونا تكهناتكم، شكون تشجعوا اليوم في اطراح الفيفا اللي باش نلعبوهم. دونك كان هذا بروجرامنا اليوم في البينك طايح على اي اف ام وام تي اش. نتعديو تو سويت للتشالنج. يلا التشالنج. اليوم عنا فريستو حاضر معانا، عنا سليمة سلومة سلومة كابيتا حاضرة ولا مكش حاضرة؟ حاضرة.
حاضر باه احنا نزيد شويه فاصل قصير اشهيري ومن بعد نزيدو نتعرفوا عليكم اكثر. فريستو انت اذا كنت حاضر معنا في بينك تاع كيف كيف سلومه باش نزيدو نتعمقوا في الشخصيه نتاعكم اون طونك جيمرز وستريمرز. دونك فاصل قصير وهنا راجعين. انتم تسمعوا في البينك تايا مع فرة تحميدة على EFM و MTH Sports. اليوم في البينك تايا عنا إميسيون سبيسيال حلقة خاصة باش تكون في شكل تورنوا صغير باش تشوفوا أجواء كبيرة هوني في البلاتو متاعنا مع ضيوفنا بديس سفن كايزن المعلق متاعنا سلومة وفريستو بلاك تشاينا هوني في المساندة على يميني. باش نبدأ بالماتش الأول اللي ما بين فريستو وسلومة. دونك في راس نرجعوا نحاولوا نزيدوا نتعرفوا عليك أكثر. في راس مقبلي اي فريستو 23 سنة ما كبرتش في الحلقة اللي فاتت زدت شهر راك هاو باهي اتيديون يقرا انفورماتيك دو جيستيون في الانسيت ستريمر وصانع محتوى كيف كيف 93 ألف متابع على اليوتيوب 39 ألف على البلاتفورم دو ستريمينغ العربية نيمو تي في. خلنا نرجعوا شوية للباركور نتاعك اون طونك ستريمر. كيفاش بديت الحكاية؟ وقتاش النهار اللي قررت فيه أنت باش تحل ستريم وتبدا الكارير هذي؟ لا ثلاث سنين التالي بديت في الفري فاير يعني. بديت بالتليفون نلعب عادي كالناس الكل كاو بشوي بشوي وليت سيريو الحكايه فهمت. شريت بي سي وعملت كيسيت اب صغيره وبديت نستريم. وشنو اللي خليك توا 23 23 سنه تختار ستريمينغ كشوا د كارير نتاعك؟ والله خاطر من قبل انا نلعب مغروم فهمت كالناس الكل نلعب عليه عليه مثلا ستريمينغ ومش الـ مش الاي سبورت ما نلقاش روحي فيها فهمت ستريم اكثر به. انت دونك رينيك قصيت على ستريم المده اللي فاتت هكا ولا عندي شهر غايب شهر ونص ولا واليوم واليوم وفا حضرت الجيمينغ روم. احكي لنا شنو الماتيريال الجديد شنو محضر لنا لبقيت العام؟ والله برشا حاجات محضرهم. المهم خديت راحتي سيما اي دنيا ركحت البيت نتاعي سي بون وخديت الماتيريال الكل هاي. كل حاسيل والميكرو والفازيت كل فيتني نهارين هذوما ان شاء الله نرجع نستريمي و نعملهم الكل وخدت ربي خدت ربي تعملهم الكل كما قلت انت. شنو الجو اللي باش ممكن تفاجئ به العبيد؟ والله كلهم ما فهميش فاجئ كلهم تلعبوا بريسك ماينكرافت ماينكرافت رديت تلعب يمكن نرجع نلعب جو الرعب نتاع قبل خاطر من ايام اليوتيوب هذوك بالرسمي ما لعبتش جو الرعب جمله هذيك الحاجه اللي متوحشينها العباد يمكن بي. وانت فريستو كان جيت برو بلاير ماكش ستريمر فين ترى روحك فين جو ترى روحك؟ شو اسمه البرو بيس هاي غادي كهو اي فوتبول معني حتى بالفيرسيون اللي خرجت نتاع 2022 الفيرسيون جديدة خير خويا خير دي فيفا فور ذا وين برو بي. سلومة كابيتا عسلامة عسلامة مش بيك حاشمة المرة رابعة لا مانيش حاشمة سلومة كابيتا 18 سنة كان تحكي لنا على انت اي سبورت بلاير مختصة في لعبة فيفا 22 كان تحكي لنا على اقوى اكسبيريونس عشتها انت ان طونك فيفا اي سبورت بلاير. باش تعيشها اليوم ان شاء الله اودي من تو الجو طحت مع ستريمر الروسي وانا نلعب في الشامبيون ربحت واحد بلاش هذيك اي اقوى حاجه خاطر هو قوي على الاخر وقعد 0-0 طرح كامل وجيت في 89 ماركيت ناش كيفاه جواريتي تعبوا وكل شيء وانا مخي تعب نفس لولي الصالح دار اللي رافق في المنتخب التونسي في مسيرته اللي واقف معاك انت سلومة اخي باكسبيريونس عشت ان طونك اي سبورت بلاير توا معناه توا صارت طرح في الشامبيون كيف خسرت خسرت بيناتيات من سكريبت. اوكي احكي لنا مع شكون لعبت؟ نلعب اونلاين اوكي باه. انت سلومة حسب رايك انت وحكينا فيه برشا الموضوع هذا كسوسوا في الاوف ولا حتى هوني في البلاتو حسب رايك انت وتجربتك انت ان طونك جيمر واي سبورت بلاير اليوم في 2022 في الكوميونيتي نتاع الجيمينغ التونسيه عليه لو فيت انك انت طفله يخليك لازم تبذل اكثر مجهود باش تنجح وتفرض روحك في الكوميونتي بون مش ان طونك طفله معناتها بالذات معناتها حتى طفل لازم يعمل ايفور وكل شيء معناتها مش حكيت طفله ولا طفل عبد انه هو يحب يوصل لحاجه هذيك لكن هوني ليش شنو عرضه الجيمر المراه التونسيه في الكوميونتي هذيك شنو قصدت
بون ما فهمتش السؤال بالضبط. لشنو عرض المال اللي فاتت كي كنت حاضرة معانا انت هوني في البلاتو سبيسيال ديديكاس دالي، كنت حاضرة معانا هوني في البلاتو، عملنا ان ابيزود حكينا على الجيمرز البنات في تونس كيفاش فما هرسلة، كيفاش فما برشا تنمر، مش على خاطرهم يعرفوا يلعبوا ولا على خاطرهم يحبوا يلعبوا، مي على خاطرهم بنيت. إيه إحنا عنا منها العقلية، موجودة العقلية معتها في العالم كل ما الأكثرين على رب يشوفوا طفلة لازم هي ما تعرفش تلعب ولازم تشد الكوجينة، وكل مونتاليتي ذيك تشد الكوجينة ذي كومنتير يتعاود برشا هي حاجة مؤسفة. إيه ما من قلقش سلومة، إحنا في 2022 العبيد اللي تقيمي تاو تبع في الجيمينج وفي في ستريم رام 60 دي جون، رام 12 16 17 18 20 سنة، معناه كان إحنا تعرف الشباب هذوما اللي عنا واللي إحنا نحبوا نبنيوا عليهم كوميونيتي صحيحة متاع جيمينج بزيلوا يخموا بالعقلية هذه اللي إحنا حابين نتخلصوا منها، معناه بالجنراسيون اللي قبلنا لليوم، معناه واحد عمره 12 و 14 سنة يقول الجيمر بنية برشة الكوجينة مش الكل تو تسميه نقصه، معناتها تو بدأوا يستنسوا بالبنات خاطر بدأوا فما بنات يخرجوا ينحيوا الحشمة متاحهم ويلعبوا عادي ويكونوا فرحانين بالليفور اللي يعملوا فيه. ولا واضح واضح اسلوب وزيد بديس رأينا برشة ستريمر سنين مبنيت مش كان بلاك شيء فمش كان بيخدموا معنا في فرصتهم معنا يكتسحوا وراو في الميدان مش نورمال، وبرشا بنيات جاوهم بيه بكونتراتويتهم وتستريمين ويلعبوا ملعبية وجاوهم بيه على الاخر ويرز ما ذا اللي في النيمو فاما انك تعمل كومنتير ديبلاسي ولا كومنتير كي من هكا تتبانى نتصور كيفاش فما ادمينز في الشات بتاعك فما يلزم يريسبكتي الرولز بتاعك، يدخل الشات لازم يريسبكتي الرولز بتاع اي ستريمر ماشي يجي ديسريسبكتيها و برا الكوزينة ودرجنو. وانت هاك انت ستريمر طفلة تبركالة تامزل كي خديت الكونتريا مع نيمو قاعدة تبني في كارير بشوية بشوية، شنو خلينا نقولوا أخيب حاجة تعرضت لها انت انتانك جيمر وستريمر بنية حاجة ميزوجين حاجة تعايف قال لي ديما ساعة ما يجمش يقبل الفكرة اللي الطفلة تجم تكون تلعب خير منه كيما بديس من قبيلة يتقبى خاطر نلعب فالورنت خير منه ما يجمش يقبلها الفكرة هذيك الحقيقة. انت ساعه ما تحكي شتي تراش انت بلاك انت هاك معايا في الميسيون تي باديس خويا الباب محلول باب محلول في اي ميسيون تحب عليها تا نعملوا اون روبريك اسمها بلاك فيرسز باديس في لي جو اللي تحبوهم الكل لحظه نحطوا ورا ونقولوا نحن تشالنج راني نربح انا خبلاصه تاع في فين موافق بلاك على 100 دولار نعب على 100 دولار مش مصروف جاوك به 100 دولار لي انا ابغريد البي سي هاكا اخويا فورات تلهي بها فورات اللي انا بيها واضح واضح بلاك شاينا بلاستيك وشات لي غريك مسيح وكشي هاد الوليد يلا الشباب باش تلحموني في البلاتو تكلاشونا نكلاشوكم لكن ديما في امبيونس نتاع صحاب راه ما تغركمش ما تغركمش الكليم يلا سلومه نبداو ما حبتش تمشي فريست وقول لي يا غالي هاني معاه ما حبتش كايزن هز عليهم هز عليهم شويه المشعل بلاك تشاين عندك اسئله ما عندكش اسئله بلاك تشاين لوليد قبل نجمو حتى نستنيهم لطون يكملوا يركحوا نتعداو لكم ليكم نتوما باش نرجعوا للتيتر نتاع احسن ستريمر نيمو تي في العالم اللي تحصل عليه عزيزوس الشفشة شبيكم شبيكم ما تقصوليش على كلامي دونك باش نرجعوا للتيتر هذا عزيزوس تحصل على تيتر نتاع احسن ستريمر في نيمو تي في العالم ونذكر العبيد اللي تبع فينا اللي نيمو تي في هي بلاتفورم دو ستريمينغ وما فيهاش كان عرب ما فيهاش كان العرب ولا من العالم الكل فيها ستريمرز ومتابعين من العالم الكل ومنورنا عزيزوس في العالمية اول تونسي واول عربي يتحصل على الصدارة في النيمو كان مانيش غلط هكا اول عربي دونك فوالا اي اول عربي واول تونسي يتحصل على صدارة في الكومبيتيشن هذي وانتوما بديس وزفن من اقرب العبيد ليه وتعيشوا مع بعضكم وعندكم مشاريع مع بعضكم كيفاش عشتوها التجربة هذي كتيم عزيزوس بيريود الكومبيتيشن والله دازينا كل مع بعضنا بحكم كما قلت انت رماني الروا هو الشخص اللي فينا من الداخل كنا شخص واحد تشاتت الكل لو نتلموا في لايف ستريم واحد دونيشن كل تتلم في لايف ستريم واحد دازينا معاه وبرجو لي راي فورات من اصعب بالرسمي اللي كيما نقولوا نحن ليفن مونيت اللي عملتها النيمو نتاع سوبر ستار كيما سوبر ستار اقوى راوي فين مو يصير في النيمو اقوى فين مو وشفشه اثبت روحه معناها اقوى ستريمر وهزوا ليفن مو هذا
وكنت تتوقعوه يخوه التيتر هذا ويكون احسن واكثر ستريمر محبوب في العالم في نيمو تي في؟ الحقيقه حتى هو بيدو الاخر لحظه ماهوش مصدق اش خليه وقت اللي صاي هذا ديريكتور شغل بالبكي معناه خاطر فرحه مش نورمال كما قال لك في زن فورات راه يشاركوا فيه معناه جماعه العالم الكل راه فما عبيد مش نورمال كثير فهمت من جابون ولا حتى الكوميونيتي نتاعهم كبيره برشا معناه فهمت أي. ما كناش نتوقعها ما الحمد لله اخويا مشيت عربيه لاول مره في النيمو بعد 3 سنين بلاتفورم محلوله مشيت عربيه لو حاجه تفرح على الاخر فهمت واضح بون تحيه ليه مره اخرى عزيزوس ان شاء الله نزيد نكمل نشوف ستريمرز اخرين زاد توين سيتالقوا وينورونا كيف كيف في العالمين نرجعوا لكم ليكم انتم الاولاد خل نحاولوا نفهموا كيفاه بديت حكيتكم مع الجيمينج مش ستريمينج بارازفن جيمينج ليه جيمينج من قبل قديم نلعب من قبل من قبل الثورة كنت اللاني ديما في بيبلينيت وديما نلعب وين البيبلينيت سيس ام بي بي تحية ليهم خويا وبعد قعدت نلعب اما الديار معناها القراية قراية بعدت على الجيمينج شوي اقتليت بالقراية حكم الدار لزوني معناها على القراية بعد كده عندي عامين جيت شفشة تعرفت على شفشة هو اللي حل الباب معناها في نتاع النيمو في تونس الكل بريسك كاو قلت فرصتي استغليتها وهاني تويكا معناها مصحة والحمد لله الحمد لله زبد بدي سنتي خوي أنا بديت بطاري تعرفها كنت تشد الفرد وتضرب في تضرب في البط صحي كالكلب اللي بديت نضرب في البط مره ما جبتهاش في البط كسرت التلفزه من وقتها فهمت الجيمينج حاجه مش نورمال وقلت لي باش نكبش معاها من وقتها بديت معصب فادلك عليك براسي من وقتها بديت بالاتاري ومن بعد بديت نتطور معاها بشوي بشوي بلاي 1 بلاي 2 بلاي 3 وقفت في الكات سي بون ومعاها في ميم طون بي سي بديت نلعب في اللول هاي اللول مرض 24 نصورك راك تعرف اكيد اللول تلعب راك ما توقعتكش تلعب لول قبل تعرفه ديامو في اللول مش صحيح كنت انا عرفتك من اللول وقتها جينيراسيون اللول هذه لازم كل اخي كليد نلعب معاك كل شيء راني ساعات نلعب وحدي في الدار الظاهر اللي هو ديما يحكي على روح اللي هو برو على اللي هو نو فورات يسلكها بيناتنا باش تشعل راه عندك راهي فورات راهي باش توصل عادي 100 عادي 100 شامير جيب لي خويا غادي غنصبوها على باديس وعلى بلاك بي اي وقفت البلاي كات الحكي وقفت البلاي كات ودورتها بي سي مع البلاي 2 وقت مشيت للبابا قنعته وقلت له ودي راني باش نختم بيه شو كبير الكل عمليها الخدعه هذه احنا كل عمليها ضربت 3 سنين بطاله 3 سنين وانا نلعب اكاهو وقت اللي كليت شلبوق الاول مع عند بابا وليت نختم اقتنعت اللي لازمني ندخل فلوس وهاك اليوم تبارك الله تخدم وتدخل فلوس من الباسيون نتاعك بديس لوما يلا حاضرين يلا اعطينا تشكيله اش عندكم اعطينا خلينا نشوفوا الطرح كايزن خويا حاضر حاضر خويا ديما حاضر يلا انت بالبايرن سلوما فريستو بالبي اس جي نذكر العباد اللي تسمع فينا في الراديو نجموا تلتحقوا بينا وتشوفوا لي باج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام اون لايف ستريمينغ كيف كيف ميديا تالنتس هب قاعدين نلعبوا فيها تراح فيفا 22 هوني في بلاتو اي اف ام بلاتو البينك تاي حتى الحلول باش يكون ما بين سلوما تلعب بالبيان سلوما هوني معنا للمره الرابعه وللمره الثانيه على التوالي باش تثبت التالون نتاعها وتشكب علينا الناس الكل فريستو خوي انا معاك وربي معاك والمانيت معاك وان شاء الله كلهم القرعه رومانا وبديس كلهم القرعه اخويا هذيك الايادي البريئه تاعينا خرجت خرجت الاطراح هذوما يلا كايزن خويا المايك عندك نرجع خويا فورات كيما الجمعه اللي فاتت بالضبط نزيد نتخوف في الميكرو كي صح كي سافا الميكرو صديقك باه نرجع للمباراه نتاعنا ساعه سلامه الناس الكل هذه معكم كايزن كيما الجمعه اللي فاتت في طرح فيفا ما بينات سلومه مره ذي وفريستو فريستو انفيتي نتاعنا جديد عندنا سلومه كالعاده بالبايرن وفريستو يلعب بالباريس سان جيرمان بي اس جي والكره تو عند سلومه تمشي الكره ل لي سا سا ساني 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 هذاك هو ساني اي خاطر مريتوش هو من غادي يقرب لك صحيح هذا مريتوش دونك تغسل الكاميرا هذيا اي تمشي كوره تو ركنيه لي سلومه ما نحبش نقلقها برشا خاطر في الكواليس قالت لي راك نحيت شويه التركيز دونك مش ركز مع برشا الحقيقه
دونك ترجع كرة لفريستو، فريستو يوزع كرة، فما حد في الاتاك، يا فريستو اش قاعد تعمل بالضبط يا فريستو؟ ما تزيدش تخلي سلومة تربح، تمشي كرة مرة أخرى لسلومة، سلومة تعطي كرة تمشي لساني، ساني تمشي ليفاندوفسكي البولندي، ساني مرة أخرى ليروي ساني، ساني سلومة تلقى ثغرة تعطي كرة ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي يحاول يتوغى، ليفاندوفسكي يعطي باس لكن تقطع الكرة، تمشي مرة أخرى كرة لفريستو، بي اس جي في الكونتر اتاك، بي اس جي حلوة ياسر الباس مشات نيمار، نيمار الغدار، نيمار يعطي باس لكن كرة تقطع من عند هرنانديز، ترجع كرة بافار لكن تمشي كره ليفربول، سامحوني بي اس جي قاعد مركز تروح باليفيتي فورات ليفربول وسلومه خاطر تروح سخون على الاخر وقتها سلومه مشيش يربحك في فيستو ليه ليه قاعد سلومه مركز خليها هكاك يا زبن خويا خاطر باليفيتي حتى بيك في الفينال هاك مركز ركز ركز يا سلومه شي يهمك فينا يا سلومه. نرجعوا للمباراة نتاعنا، ترجع كرة لصالح البي اس جي ولكن فريستو يقوم أول هجوم خطير على سلومة، تمشي كرة ركنية لصالح البي اس جي، فريستو هل باش يكون كيمبيمبي وإلا ماركينوس باش يسجل هدف الأول عن طريق الركنية توزيعة، لكن فريستو ما يلقاش الهدف نتاعو، تمشي كرة مرة أخرى لسلومة لكن تتقطع في وسط الزويت نتاعها، ترجع مرة أخرى الكرة لصالح ليروي ساني، ساني ساني يستنى باش يعطي كرة لأوباميكانو، أوباميكانو القادم من لبديك، تمشي كرة ليفاندوفسكي البولندي، ليفاندوفسكي يعطي كرة لغوريتسكا، غوريتسكا ليون غوريتسكا ل ديفيس، الفونسو ديفيس الكندي يمشي على جنب ايسا، الفونسو يتوغل، الفونسو 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 يعطي باس مزيانه برشا ليروساني يدور، لكن سلومه ضيع الهدف الاول، فرصه الهدف الاول لصالح سلومه، لكن الكره ما زالت تلعب في دين البايرن، بايرن تمشي سلومه تعطي كره ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي مزيانه برشا لكن الكره تتقطع، تمشي لفيراتي، فيراتي فيراتي الحامل اللقب الاوروبي فيراتي مع ايطاليا، فيراتي يعطي كره نيمار جونيور، نيمار نيمار وينك نيمار الغدار، نيمار يحاول يلقى في ثغره لكن الكره تتقص، تمشي مره أخرى لصالح كيميتش، لكن فما برشا عنف في الطرحة ذي أخويا فرات، طرح سخون على الأخر ما بين فريستو وسلومة، كرة مقبلة تمشي مرة عند سلومة مرة عند فريستو، كان ما قاعدين نشوفه تاو كرة رجعت لسلومة، تمشي كرة ألفونسو ديفيس، ألفونسو ديفيس سلومة تلقى روحها في ضغط مع عند فريستو، لكن تحاول تخرج بكرة بنظيفة، تعطي كرة باميكانو، باميكانو يمشي يعطي كرة خاطئة لصالح بي جي، ترجع كرة لغاناغيوي، غاناغيوي يتوخى غاناغيوي ويسدد لكن نوير، نوير المرعب بالمهاجمين، نوير يتصدى للكره هذه، ترجع كره مره اخرى لصالح لصالح بي اس جي، لكن الكره تتقطع، تتقص الكره تمشي لصالح سلومه، الفونسو ديفيز يعطي ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي وجه لوجه، ليفاندوفسكي يتفوق على الحوار ما بينته هو ماركينوس، ليفاندوفسكي مره اخرى، ليفاندوفسكي يتوخى، ليفاندوفسكي اش تعمل ليفاندوفسكي، لكن الكره تضيع وتمشي سي متر لصالح فريستو، دون روما في التوزيع، كيليان امبابي امبابي تقطع الكره تمشي لمولر، توماس مولر، غوريتسكا، غوريتسكا يعطي لجنابري، جنابري غوريتسكا مره اخرى حلوه ياسر الاندومي بينتهم، لكن فما حد تلوج سلوم على ليفاندوفسكي لكن مش موجود، ترجع كره لصالح برنات، برنات يوزع كره طويله برشا تمشي لصالح كيليان امبابي، لكن الديفونس تاع بايرن متصدي، ترجع كره مره اخرى لفريستو، كره تقطع وتمشي ضربه ستة أمتار ضربة تعرف نذكروا ضربة ركنية باهي، خلنا نعديو الأكسيون هذي ومن بعد تو نحكيو يلا تمشي كرة مرة أخرى لصالح سلومة، ساني ليروي ساني 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 يعطي باس لكن تتقص الكرة تمشي لصالح سلومة مرة أخرى، سلومة وحدها ليفاندوفسكي اش تعمل ليفاندوفسكي، لكن فريستو فايق، فريستو ما يحبش يخلي ليفاندوفسكي يتعدى باش يمركز الهدف الأول، ترجع مرة أخرى كونتر أتاك لصالح فريستو، باهي برشا توزيع كيلين مبابي وحده كونتر ثلاثة لكن الكرة تتقص، ترجع مرة أخرى لصالح نيمار جونيور، مرة أخرى تتقص الكرة ترجع لصالح ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي ومزيانة برشا الباس ماهوش أوفسايد والهدف الأول، الهدف الأول لصالح سلومة يا يا فرات، الهدف الاول لصالح سلومه، ليفاندوفسكي البافاري يسجل الهدف الاول، ترجع كوره مره اخرى لي تفك تفك في الطرح نتاعها من الميتون لوليني يلا مزيانه برشا الباس اللي عطاتها سلومه مع ليفاندوفسكي حلو ياسر الباس ليفاندوفسكي كان اونسايد، ترجع كوره مره اخرى لفريستو، فريستو يحاول يلقى الاجابه، فريستو فيراتي يوزع ولكن نوير، نوير بالتصدي كالعادة يعطي كرة لألفونسو ديفيس على الجناح الأيسر، ألفونسو ألفونسو سلومة مركزة، سلومة تحبش تضيع البونت متاحة وتحبش تضيع الماتش متاحة، مزيانة برشا الباس في الليل على اليسار توزيعة ولكن ساني مش موجود، ساني ما يتفوق عليه زولي، لكن ترجع مرة أخرى الكرة لصالح كيميتش، ليفاندوفسكي مرة أخرى كيميتش واحد اثنين ما بينته هو كيميتش، كيميتش كيميتش يعطي كرة لروي ساني، ساني ساني يتوخر ساني والهدف الثاني، لكن دون روما، دون روما الحارس المرعب دون روما الإيطالي يتفوق على لروي ساني وجها لوجه ويمنح التقدم
نوعا ما لصالح بي اس جي ما خلاش تخسر 2-0. ترجع كره مره اخرى لسلومة، ضربه ركنيه لسلومة، سلومة شتعمل تعطي كره لجنابري، جنابري جنابري يعطي باس في وسط 2 متر مزيانه باش عند ليفاندوفسكي، كيفاش داري ليفاندوفسكي ولا يشوط ولكن يضيع الكره، يضيع الكره. هوني يا كايزن نقص عليك، نذكر مستمعينا اللي يسمعوا فينا في الراديو تنجموا تلتحقوا بينا على الباج فيسبوك نتاعنا اون لايف ستريمينغ، احنا هوني توا في اي اف ام، الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام والباج فيسبوك ميديا تالنتس هاب، قاعدين نلعبوا في طرح فيفا، طرح سخون برشا ما بين سلومة تلعب بالبايرن وما بين فريستو يلعب بالبي اس جي. كايزن المعلق نتاعنا نرجع لك الكلمه، نرجع كرة أخويا في الأتاك، سلومة شعر بركة لماركيت عن طريق ليفاندوفسكي لكن ما زال كرة تتلعب في وسط الدزويت، ساني حاول يلقى باس ليفاندوفسكي لكن كرة تتقص، ترجع مرة أخرى لصالح سلومة، سلومة قاعدة تقام في ضغط كبير برشا، سلومة قاعدة تلعب على البوزيسيون تيكي تاكا كما نعرفهم تاع بيب غوارديولا، وسلومة شعر بركة لماركيت الهدف الثاني، ترجع كرة مرة أخرى لفريستو، فريستو قاعد يحاول يلقى في ثغرة صغيرة، مش حتى ثغرة معناها ثغرة صغيرة، خاطر سلومة مسكر عليه اللعب كومبليتمون من الديفونس من الأتاك من الميليو، سلومة ماخذة هي البوزيسيون نتاعها لكن كرة تتقص مرة أخرى، هل باش نلقاو إجابة من عند فريستو؟ فريستو فيراتي يعطي كرة لجاناغوي، جاناغوي جاناغوي يتوخى جاناغوي يحاول يلقى في موسيان دا يعطي كرة ولكن تتقطع، بافار الغدار بافار وتمشي 1-0 لصالح سلومة في الشوط الأول. الشوط الأول يوفى 1-0، سلومة تلعب البايرن، سلومة 18 سنة، فريستو يلعب البي زي 23 سنة، سلومة بلاير اي سبورت، بلاير مختصة في لعبة فيفا 22، فريستو هوني حاضر معنا ستريمر وكرياتور دو كونتوني، ستريمر في النيمو يعمل يهبط الفيديو متاع الجيم بلاي متاعو على اليوتيوب، هوني تركيز تيم كايزن، تركيز تيم سلومة وجهة في جي، فريستو يحب يفك بونتو تعادل، الكرة عندك كايزن، احكي لنا شنو صار. نرجع خويا للمباراة نتاعنا في الشوط الثاني، فريستو يحاول يعمل في الاتاك نتاعو يحاول يلقى التعادل على سلومة، فريستو في قامة التركيز كما قلت انت فورات، كرة عند فريستو توا، كرة عند فريستو يلقى روحه وحده يعطي باس باهي باش ما عند برنات، تمشي كرة توزيعة ولكن نوير كلها عند نوير. ترى اللي سلومة تلعب بالتكتيك، تلعب عبارة 11 في 11 يعطيك الصحة، قاعدة تلعب عبارة معناها تلعب في تورنوا معناها مركزة تركيز كبير برشا وقاعدة تلعب في كورة نظيفة على الآخر معناها باس باس وكل شيء كما قاعدين نشوفوا توا، ترجع كورة توا لصالح سلومة تمشي تعطي باس لألفونسو ديفيز، ألفونسو ديفيز يسدد ولكن بعيدة بعيدة التسديدة كانت نجم تعطي كورة لروس يعني نيكل مش مشكل، باقي لهنا سلومة متفوقة على فريستو تمشي كورة ضرب 6 أمتار ترجع لي وينالدوم، وينالدوم لكن كرة تقطع مرة أخرى لصالح سلومة، مولر توماس مولر 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 يتوغل مولر في الجناح الأيسر، مولر يدخل الوسط الزويت يعطي باس مزيانة برشا لجوريتسكا والتسديدة والعارضة العارضة تحرم سلومة من هدف الثاني، العارضة تحرم سلومة من هدف الثاني. وهوني كايزن زفيلن قاعد يدرس في المنافس نتاعو أبريوري يحب يشوف سلومة كيفاش تلعب نقطة الضعف. في فورات زفيلن يضحك أنت ما فهمتوش مقبل لك مغصورني يضحك بعدين خايف خايف يا يلا كايزن نرجع للمباراة نتاعنا، فرصة مزيانة برشا مع عند سلومة اللي كان سمركة الهدف الثاني، 1-0 مازال توا لصالح سلومة، الكرة تمشي توا ضربة تماس، فريستو قاعد يحاول يلقى في التعادل نتاعو لكن باقي سلومة نازلة عليه لكن الكرة تتقطع، اسكو توا باش نلقاو الإجابة نتاعنا وإلا لي عن طريق فريستو مزيانة برشا الباس من عند وينالدوم الميسي، ميسي يعطي كيليان امبابي، كيليان امبابي والتسديدة ولا هدف التعادل عندك صاروخ يا فريستو التعادل هوني في بلاتو البينك تايح، سلومة كانت فايتة واحد شيء من الميتون لولاني من بعد فريستو يحط في قلبه برجولية وفريستو حسيت وانا اسمع انا ميزيت عليه شوت المدربين شوت المدربين الميتون الثاني، فريستو في قمة التركيز، سلومة في قمة التركيز، واحد واحد وين بشوفة الطرح هذا، يلا كايزن الكرة عندك. نرجع المباراة متانا واحد واحد، اخيرا نلقى الاجابه نتاعو اخونا فريستو باش يعدل النتيجه، واحد واحد تمشي كوره مزيانه برشا للجناح الايسر عن طريق نيمار جونيور، نيمار جونيور جونيور يتوخى نيمار وين الباس، هاي الباس لكن كيليان مبابي يلقى قدامه هرنانديز ينحيله الهدف الثاني، معناها كيليان مبابي كيمشي ماركي دوبلي لكن الكره باقي عند فريستو، تتقطع الكره تمشي لصالح سلومة لكن مره اخرى ترجع الكره لفريستو حكيمي، تدخل قوي ياسر تدخل قوي برشا، حوار بينات الفونسو ديفيس وحكيمي لكن الكره باقي عند فريستو، فريستو ما يلقاش حتى موسيندا من عند جواريتو لكن ترجع كونتر اتاك لصالح سلومة، يمشي كره مولر توماس مولر مولر يستنى في ليفاندوفسكي يطلع يستنى في لوروساني مع لوروساني على
في الاونسايد لا في الاوفسايد لروساني اللي كان باس مزيانه برشا اللي كان باقي زادها في الاوفسايد في الاوفسايد لروساني هات الشات انا هات الشات باش نعطيها 8 يورو 8 يورو هات الشات باش نعطيها 8 8 كيس حراي 8 زفن ثقه زيد خليها يا تاوس لوما مركز يا 8 كيس وين كايزن نقص عليك نذكر العبيد اللي تسمع فينا في الغديو تنجموا تلتحقوا بينا والله تراح نار اهداف اسخن من نار هوني تنجموا تلتحقوا بينا وتتفرجوا في تراح فيفا 22 لوما فيرسز فريستو يلا كايزن خويا التعليق الكره عندك نرجع للمباراة نتاعنا تمشي كرة مرة أخرى لفريستو يمشي نيمار جونيور نيمار جونيور وحده نيمار جونيور على الجناح الأيسر نيمار جونيور لقى في الموسيندا لكن كرة تقطع حوار ببنته هو برنات هو سامحوني هو وبافار ترجع كرة مرة أخرى لجنابري جنابري وحده جنابري وجه لوجه جنابري هو وراموس جنابري شو يعمل جنابري حاول يلقى في ثغرة يعطي باس للكيميتش كيميتش يعطي كرة لجوريتسكا وجوريتسكا يلقى لهنا الصعوبة باش يحاول يمركز الهدف الثاني لكن ترجع كرة كونتر اتاك لصالح فريستو ميسي ليونيل ميسي 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 الارجنتيني يعطي كوره مزينه برشا كيلين امبابي كيلين امبابي لكن وجه لوجه هو هيرنانديز كيلين امبابي شي يعمل الكره تتفك الكره ترجع مره اخرى لصالح الفونسو ديفيز يعطي كوره سلومه تحاول تلقى الاجابه نتاعها تحاول تلقى الهدف الفوز الهدف الثاني اللي على فريستو ترجع كوره مره اخرى لالفونسو ديفيز الفونسو يعطي كوره لروساني ساني ساني يتقدم ساني ساني في حوار مع راموس ساني باش يعطي كوره ساني يعطي روتري لكن تمشي كوره مره اخرى لجنابري ترجع مره اخرى الكره جنابري اونسايد يعطي كرة مزينة برشا ولكن دونا روما دونا روما حارس متألق فريستو فيق التكتيك نتاع سلوما بارامو فهم التكتيك نتاعها تمشي بكرة مرة أخرى لروساني لروساني باش تلقاو تسديدة وإلا لا لكن يعطي كرة بافار تحاول تلقى ثغرة سلوما ترجع الكرة باس باس تيكي تاكا كيما نعرفوها نتاع بيب غوارديولا تاو مزيانة برشا الباس يا سلوما ولا هدف الثاني حلوة ياسر الباس هذه هي الهدف الثاني سلوما كابيتا هوني ترجع في الطرح سلوما كابيتا حطت في قلبها ورجعت للطرح سلوما اي سبورت بلاير مختصة في لعبة فيفا 22 18 سنة فريستو ستريمر 23 سنة كرياتور دو كونتنو زيدا وهوني ظهر لي سلومة رجعت في الطرح هكا ولي كايزا سلومة رجعت سلومة سلوما رجعت صحيت كما قالت بلاتشينا الباس يا ما مازال الطرح ما فيهش مازال الطرح ما فيهش كنت تذكروا الفاينل نتاع الابيزود اللي فات قداش كانت طالعه وقتها 3-1 كانت ربحه 3-1 وفات طرح 4-3 هاي بلحه وقت تحيه لخويا بلحه خويا عمر تشات تفرجوا فينا الكل زاد تحيه ليهم تحيه ليهم الكل اسمع المره الجايه نوسعوا شويه في البلاتو خويا ونستدعوا الناس الكل الشباب الكل نرجع المباراه نتاعنا سلوما مزيانه برشا الباس لعطيها ليفادوفسكي تمشي مره اخرى سلوما تتوغل تعطي باس في روتري ولكن دور نورمال فك الكره تمشي كونتر اتاك لصالح فريستو فريستو قاعد يزرب برشا يحاول يلقى في الاجابه نتاعو يحاول يلقى التعادل على سلوما باش يمشي يمشي للصوت الاضافي ترجع كرة مرة أخرى لصالح سلومة سلومة يعطي كرة تعطي كرة ساني 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 شو يعمل يعطي كرة ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي وعدو ليفاندوفسكي والهدف الثالث الهدف الثالث لصالح سلومة 3-1 لصالح عنا وقت غادي فريستو في الدقيقة 90 دقيقة 90 سحبت الصاروخ نتاعي أنا فريستو والله طرح مزيان برشا اخونا فرات فريستو لعب كره مزيانه برشا وسلومه زاد لعبت كره تحفون على الاخر لعبت باس باس لين وصلت للكاج ماركيت 3 بونت مزيانين على الاخر هارد لك اخونا فريستو لعبه مزيانه برشا لعبوها زوز الحق نتاع ربي لكن سلومه هي كانت الافضل هارد لك اخونا فريستو هنا قاعد نشوفه في يحاول على الاقل فريستو ينقص في النتيجه او يمشي بنيمار جونيور نيمار جونيور اسكو باش يمارك الهدف الثاني ولا لا باش يحاول ينقص من النتيجه ولكن الكره تتقطع وباش يظفر لان سيد الحكم تمشي 3-1 لصالح سلومه جي جي سلومه كونسنتري الاخر لحظه جي جي انت زاد فريستو خويا جي جي تبارك الله عليك اقرب شوي في المايك باش نجم نحكيو معاك سلوم اخويا اختي تصريحات اخويا تصريحات تصريحات ما بعد المباراه كاس حطر بالحق كاس برشا ما حبيتش الكره لغال كره ما حبيتش فريستو على فكره عندي برشا ما لعبتش بالرسمي ما نت مهلوك فريستو ليه ترى ما بالرسمي شويه ما بس كي تجي ليه ولا جي جي تعاد تروح مزيان برشا هذه السيمي فاينل الاولى اللي باش تلعب اليوم في البينك تاح فاصل قصير وهنا راجعين فرصه
تحميدة على EFM و MTH Sports. شباب انتم تسمعوا تتفرجوا في البينك تاع على EFM و MTH Sports. الطرح الاول اللي تلعب اليوم ما بين سلومة بين فريستو وفي 3-1 البايرن كونت PSG. البايرن سلومة 3 بونتو فريستو 1 لعبت بالجي بونتو شرفها هاوكا سلومة كيف كيف. احنا نزيد شوية باش نتعديو للطرح ما بين باديس وزفن. لكن اليوم شباب نعاود نذكركم اللي عنا ان جيف واي كاسك سبيريت اوف جيمر ايليت RGB 7.1 ومع السوبر نتاعو. الحكاية سهلة باش 4 مراحل لازم تعملوهم باش تنجموا تربحوا. تعملوا جيم اول حاجة على الباج فيسبوك ميديا تالنتس هاب تلقاو البوبليكاسيون ايبانغلي كيف كيف. تحطوا اون كومونتير تماركيو زوز من صحابكم وتعملوا كيف كيف فولو على انستغرام البينك تاعو. والجمعة الجاية ان شاء الله الرابح باش يجي ويكون حاضر معنا هوني في بلاتو البينك تاعو ياخذ الجيف واي نتاعو كيف كيف. كما قلت بكري بلاك تشاينا ينجم يشارك معنا في التشالنج. توا باش نلعبوا الماتش الثاني ما بين باديس وزفن السيمي فاينل الثاني. خلينا نقولوا زفن شنو التشكيله شنو الفريق اللي باش تلعب به؟ انا والله بليفربول. ليفربول وعنا على الاتحاد الحقيقه خاطر بيه هو شو راه نجم النجم النانسي والنانسي والعبيد هي اللي تقرر في بلاستيك راه زفن وفي بلاست باديس زاده معنا احسن الطرح الرابع فورات يحب يلعب لي بالهلال السعودي وين بدرس دورتموند هناك العشرة راه نتحطم انا مستقبلي سيء. يلا جايز تشكيله حاضره ليفربول كونتر شكون باديس كيفاش حبيبي بروسيا دورتموند بروسيا دورتموند كونتر بروسيا دورتموند. يلا شنو هو التشكيله نتاع الزوز فراق كايزن الكره عندك نتلقوا في مباراه نتاعنا شباب بينات زفن وباديس. زفن اللي يلعب بليفربول وباديس اللي يلعب دورتموند. اول مره ظهر لي سلوم راهو شكون يلعب دورتموند في الميسيون هذيا هي حاجه باهيه برشا. تمشي كوره لصالح باديس. باديس اللي هو يلعب دورتموند لما حاله صعيبه شويه هي دورتموند كود ليفربول يا سلوم اش قولك انت صحيح هاي صدق من بانا شكون يكور فيها دورتموند جبتني خذ لمسه بالله ابراهيموفيتش اي ليه ابراهيموفيتش يكور مع ليفربول هي غلط مع ليفربول ليه مش مع ليفربول مع ليفربول مع ليفربول ميسي يلعب مع دورتموند بلاك ميسي مع البي اس جي بلاك حبيبي جميل هك بعد خليك بعد ولا هدف الاول شو بلاك انا وياك فالو علاش باش نشوف رونالدو ارجنتيني نلف في الكوره راني ديجا صبيته باش نلعب فيفا باش نستريمي فيفا ياك هاو مالا سليم من بلاك تشاينا على نيمو تي في بلاك تشاينا باش تقتحم عالم الفيفا وتفك بلازه سلومه. يلا شنو ركحوا ركحوا السيتينجز نتاعكم باديس صاحبي عاد خنبدل مانيتي شبيك ركحوا شو اصلا شو فسر لنا حكي كي تحكيو في بعض الميكرو تسمعوا راهو السلام عليكم مستمعين راهو يسمعوا فينا شوي عبيد هكا كوبين يبرو دي مس في المانيت بعد يربحني هذي نعرفها الفوز التلامس هذي يلعب من غير مانيت يلعب غير مانيتي زبن تغشش يلا بديس دينا من البكي بالطاول مانيتي ما تخدمش وكابل ليه 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 بلاك تيران مصلوب ذهر وزي رب في الشمس ديجا معنا والجول في الظلم معنا صحيح الجول امتيا يرى الشمس ضربة في عينه صحيح بيرى في شيء بسكي صاحبي يقول لي في الشمس حتى انا وظلو مش يرى في شيء خرج ورجع وظلو تمهمش هو ديجا في ضربة في الشمس اخذوا كيفية كله من الشمس هذي يا اخويا دخول بقوة من عند زبن استعراض مهارات استعراض عضلات من عند زفن. قديش تتوقع روحك تربح زفن؟ خلنا نعملو تشالنج احنا للعبيد اللي تسمع فينا وتتفرج فينا حطولنا اون كومنتير قديش تتوقعوا يوفا سكور ما بين زفن وباديس بلاك تشاين. ديجا فما بيت معمول كنقول لك البيت قديش حاطين على زفن قديش بخيسك 5 ملايين وبرشا ارقام على باديس 200,000 بخويا باديس انا نشجعك صديقي الغالي هاني انا معاك ميسي اللي شحاتك انت كليت طبيخها هاني انا كليتها معاك نشجع برحمة تومي تشد مزمرة لحجي نضرب التيران يعني يا برو تفرج خيبي لانتي من حياتي فاش تحكي لا لا الفار نرجعوا للفار نرجعوا للفار خونا كايزن التعليق عندك انت تدي بلانتي اي والله بلانتي اي والله بلانتي اسمع شو تعينيك مغمضة اسمع 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 جوك صحيح انا مع بديس هو راه الحقيقه كان ينجم يغزل الاكرون اللي على اليمين صحيح اما هو ميزيرج هو رياضيه كبيره برشا روح رياضيه كبيره برشا
نرجع مباراة نتاعنا الشباب اللي بتفوق فيها ديجا اخونا زفن معناه 1-0 على بيديس، لكن بيديس راه بالكرة نتاعو يدخل مالن توزيع، ولكن الكرة تتقص تمشي مرة أخرى لصالح بيديس، مرة أخرى مازالت الكرة عنده، بيديس يتوغل بمالن يحاول يلقى ثغر يحاول يلقى باس، لكن الكرة باقي قاعدة تتقطع، وخونا زفن مش مخلي حتى الطرف هوية لخونا بيديس باش يدخل يعادل النتيجة، وديجا خليه يتيح في الأوفسايد. ترجع مرة أخرى كرة لصالح زفن، يعطي كرة لصالح صلاح، صلاح صلاح وحده وحده يا بيديس يا بيديس ما تخليوش يجري يا بيديس زفن هنا قاعد يعمل في يوري في المهارات نتاعو ب يلا زفن مركي مركي احنا مازالو عنا 20 ثانية احنا احنا عنا قلت لك راهو ماسني المانيا تفورات اسمع شوت شوت الكفران هذا ونقصوا شوية على الطرح المركيا هكا احنا شباب نكون وصلنا للعشرة متاع الليل، العبيد اللي تسمع فينا سيغانتين في الغاديو نخليكم مع اخبار العشرة مع هيفا تويتي، لكن قبل نخليكم مع بيستوف الجمعة اللي فاتت ما تبعدوش هنا راجعين.